تشهد البلاد الآن خسوفا جزئيا للقمر، والذي بدأ منذ قليل أي في حدود الساعة 8:22 مساء. وهذا الخسوف للقمر يحدث عندما تكون الشمس والأرض والقمر على مستوى واحد. ولتفاصيل أكثر حول هذه الظاهرة ينضم إلينا الفلكي خالد الجمعان من حديقة الشهيد. خالد، بعد التحية، أطلعنا على ما تراه الآن من هذا الخسوف وسر هذه الظاهرة الفلكية. مساء الخير أخوي أحمد. طبعا ظاهرة الخسوف بدأت مثل ما تفضلت الساعة 8:22 بالضبط، ولا تزال مستمرة ويانا، وإحنا حاليا أو بالوقت هذا تعتبر الفترة هذه من فترات ذروة الخسوف. القمر دخل في ظل الأرض، أو جزء من القمر بمقدار الربع دخل في ظل الأرض واختفى ربع القمر. حاليا ربع القمر مختفي في ظل الأرض، وراح تستمر ويانا الظاهرة هذه حتى الساعة 10:19. الخسوف هذا جدا جميل، الحضور جيد على الرغم من درجات الحرارة. محبين التصوير، محبين الظواهر الفلكية والتوثيق الفلكي موجودين ويانا وشاركونا في كاميراتهم وعدساتهم في تصوير هذه الظاهرة. الظاهرة جميلة، ما تشهدها الكويت فقط، تشهدها أيضا دول مجلس التعاون. نسبة الخسوف متشابهة في أغلب دول مجلس التعاون، وهي مقدار الربع. اللي يقدر يشوف القمر حاليا راح يشوف أن جزء منه مختفي وراح يبدي تدريجيا